مع تصاعد الحديث عن تهريب المواد المدعومة إلى سوريا، اعترض عدد من المتظاهرين شاحنات متوجهة إلى نقطة العبودية. ومع انتشار صور الهجوم، بدأ وكأن ثمة من أخذ الأمر على عاتقه لوقف التهريب بواسطة الشارع بدلا من الدولة. ومع احتدام المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني، تبين أن الشاحنات تحمل مساعدات غذائية إلى سوريا بشكل نظامي وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، مساعدات يتكفل برنامج الغذاء العالمي وعدد من المنظمات الدولية إرسالها منذ اندلاع الأزمة السورية. نحن كبرنامج أغذية العالمي امبارحة طلعنا بيان كرمال الأحداث اللي صارت. هو أول شيء لوضح أنه هيدي نقل المساعدات الإنسانية من لبنان لسوريا هي عملية نحن بنعملها من التنسيق مع السلطات اللبنانية من سنة 2011، من أول أزمة بسوريا، منه شيء جديد. ولبنان يعتبر من أهم الممر المساعدات الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومش بس لبرنامج الأغذية العالمي، لبقية المنظمات الدولية كمان، المنظمات الإنسانية. نحن مبارحة طلعنا بيان أكدنا فيه ووضحنا أنه اثنين من الشاحنتين يلي كانوا لبرنامج الأغذية العالمي عم ينقلوا مساعدات غذائية لسوريا، تم توقيفهم وصار اللي صار يلي كله شفناه على الإعلام. يلي حابب وضحه هو أنه هول الشاحنتين منوا لبرنامج الأغذية العالمي، يعني كرمال هيك ما كان عليهم يمكن الشارة من برا، بس كانوا هن الشركة نحن متعاقد معها لتنقلنا المساعدات الغذائية من مرفق بيروت لطرابلس وبعدين للمعبر المعابر الحدودية لتوصل لسوريا. مع سقوط تهمة التهريب، علت الأصوات المنددة بإرسال مساعدات إلى سوريا في الوقت الذي يرزح أبناء مدينة الشمال وعدد كبير من اللبنانيين في فقر مدقع وجوع محتمل. رئيس الحكومة السابق سعد الحريري غرد على تويتر قائلا: الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الأغذية العالمي، فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا في الشمال، لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الأغذية العالمي، على أن برنامج الأغذية العالمي كان ناشطا في لبنان خلال عهده أيضا. هول المساعدات الغذائية هن كانوا لمكاتبنا بسوريا وعم بيمروا بلبنان لأسباب لوجستية. أما بلبنان نحن كبرنامج الأغذية العالمي صرنا فترات كتير نشتغل بلبنان من وراء الأزمات اللي مر فيهم البلد، بس إحنا صرنا من 2012 عنا مكاتب بلبنان، ببيروت، بالقبيات، بزحلة وبالجنوب، ونحن من خلالها عنا عدة مشاريع لللبنانية المستضعفين، لللبنانية المتأثرين من الأزمات الاقتصادية، من الأزمات المجاورة، وهلأ ريسنتلي من وراء أزمة الكورونا فيروس وتداعياتها وكل شيء. في أعطي بس يمكن نبذة صغيرة عن بعض برامجنا. نحن مع وزارة الشؤون مثل عنا البطاقة الغذائية اللي هي بتقدم مساعدات غذائية للأسر الأكثر فقرا. حاليا نحن بندعم 15,000 عائلة بكل لبنان، يعني بالشمال، بجنوب، ببيروت، حسب الاحتياجات. هون نحن هول مشاريعنا صلنا من 2012 مشين فيهم، وهلأ من وراء الأزمة الاقتصادية وكمان كورونا فيروس وتداعياتها نحن عم نخطط هلأ قريبا، يعني كتير اليوم بهالكم أسبوع، لتوزيع مساعدات غذائية على 50,000 عائلة لبنانية متأثرة من هذه الأزمات المتتالية اللي عم يمر فيها البلد. شاحنات برنامج الأغذية العالمية وعدده 41 تنتظر في مرفأ طرابلس، ريثما يتم تأمين مرورها مجددا بعد تمكن الجيش من إعادة فتح أوتوستراد المني العبد الدولي. وفيما تم تأمين حماية الشاحنات، تمكن عدد من المحتجين بعد منتصف ليل السبت من إضرام النار في شاحنة نقل كانت تعبر أوتوستراد البداوي الدولي بحجة أنها محملة بمواد غذائية تريد نقلها إلى سوريا، ليتبين أن الشاحنة كانت قادمة من سوريا إلى لبنان وهي تابعة للشركة الحديثة للصناعات الزجاجية ومقرها حمص. آدم شمس الدين، قناة الجديد.